الأمثال العربية ومناسبة قولها: باب التعجل في الحكم على الأمور. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي الأعزاء، شكراً لكم جميعاً على تعليقاتكم ومشاركتكم في اختيار موضوع بث هذا اليوم. معي اليوم ضيف عزيز تعرفونه جميعاً، وهو أبو الحلول. مرحباً بكما. يبدو أن بث اليوم سيكون ممتعاً بوجود أبي الحلول معنا. شكراً لكم. هل ستكملان سلسلة الأمثال العربية اليوم؟ بالطبع، سنتناول اليوم عدداً من الأمثال التي تدخل في باب التعجل في الحكم على الأمور، وأترك المجال لأبي الحلول ليبدأ. مرحباً بكم جميعاً، سعيد لظهور اليوم في هذا البث. وأول مثل نبدأ به هو: إن غداً لناظره قريب. ولهذا المثل قصة جميلة ومؤثرة. يحكى أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة قد خرج ذات يوم للصيد، فانفرد عن أصحابه وأمطرته السماء، ثم لجأ إلى بيت رجل من طي وطلب منه أن يأويه، فاستضافه الرجل وزوجته وأكرماه دون أن يعرفا أنه الملك. وفي الصباح أخبرهما أنه الملك النعمان، وأنه يحب أن يكافئهما على كرمهما وحسن صنيعهما. ومرت الأيام وأصابت الطائية ضائقة، فذهب إلى النعمان يطلب بعض العون. وكان للنعمان يوم يسمى يوم البؤس، وهذا يوم يقتل فيه كل من قدم إليه. فقدم الطائي في ذلك اليوم، فساء النعمان إذ كان يود أن يحسن إليه، ولكنه اضطر إلى الأمر بقتله. ولم يجزع الرجل، ولكنه طلب من النعمان مدة يرجع إلى أهله فيودعهم ثم يعود. وتقدم رجل آخر وكفل الطائي، فرضي النعمان. ثم أعطى النعمان الطائي بعض المال وحدد له وقتا كافيا يعود فيه. مضى الوقت ولم يبق على الأجل إلا يوم، فأرسل النعمان للرجل الكفيل ليستعد للقتل بدل الطائي الذي لم يعد. فاستمهله الرجل قائلا: فإن يك صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب. فلما كان اليوم التالي ركب النعمان خيله واصطحب فرسانه ومعهم الأسلحة، وذهب إلى المكان الذي قابله فيه الطائي وأمر بقتل الرجل، وأوشك السياف أن يقتله. فقال وزراء النعمان: ليس لك أن تقتله حتى يكمل يومه، فتركه. وكان النعمان يريد أن يقتل هذا الرجل لينجو الطائي من القتل، لأنه كان قد أحسن إليه سابقا. فما كادت الشمس تغيب حتى ظهر شخص من بعيد، فأمر النعمان السياف بقتل الرجل. فقيل له: ليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو. فانتظر حتى وصل الرجل، فإذا هو الطائي. فلما نظر إليه النعمان سأله: ما الذي دفعك إلى الرجوع بعد أن نجوت من القتل؟ قال الطائي: الوفاء. تأثر النعمان بهذا الفعل وقول الطائي، فعفى عنه وعن الرجل وترك القتل منذ ذلك اليوم. قصة مؤثرة حقا، مثل جميل وقصة ماتعة. إذن فالمثل وقصته يشيران إلى ضرورة الصبر وعدم التعجل في الحكم على الأمور وانتظار الغد، ففي الغد القريب ينكشف المستور. تماماً، ويستعمل هذا المثل في نصح المتعجل بالصبر والانتظار. أتذكر مثلاً يقال في نفس الباب ويستعمل في الحث على التأني عند العقاب، وهو تعجيل العقاب سفه. شكراً لك على الإضافة. ترى هل تحفظون أمثالاً أخرى؟ أحفظ مثلاً كنت أسمعه كثيراً من جدتي، وهو: رب عجلة تهب ريثا. والعجلة هي السرعة، والريث هو التمهل والبطء. أعرف قصة هذا المثل، ألا أخبرتنا بها؟ يقال أن رجلاً رأى غيماً في ناحية فظنه غيماً ممطراً، وأراد أن يرحل إلى ذلك المكان بزوجته. ولما علم أخو الزوجة بما عزم عليه نصحه بالعدول عن فكرته وعدم الذهاب إلى مكان لا يعرفه، فربما أخلف ذلك الغيم ظنه
ولم يكن ممطراً، وحذره من الهلاك والتعرض لهجمات بعض العرب من أهل ذلك المكان، فلا يحقق ما يسعى إليه. ولم يسمع الرجل النصح ومضى إلى ما عزم عليه، فعرض له في الطريق بعض النصوص وسلبوه زوجته، ولم يقدر على مقاومتهم واستردادها منهم، وعاد إلى قومه بدونها. فلما سأله أخوها عنها قال: سلبها مني قطاع الطرق. فقال أخو الزوجة: رب عجلة تهب ريثا، ورب فروق يدعى ليثا، ورب غيث لم يكن غيثا. شكرا لك أيها الخوارزمي. قد يضيع التعجل والتسرع ما قصده المرء ويدعوه بعد ذلك إلى التحلي والتمهل واللجوء إلى التريث في إنجاز أعماله. إذن فهذا مثل يقال في الحث على التأني والتحذير من التسرع، أليس كذلك؟ تماما، مثل مهم وقيمة مفيدة. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. شكرا لكم ولمتابعتكم لنا، كما أشكرك يا أبا الحلول، فقد أثريتنا بوجودك معنا في البث. على الرحب والسعة. إذا أعجبكم هذا البث لا تترددوا في الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عبر القناة. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.